السلام عليكم. اليوم راح نتكلم عن تكملة شرح برنامج الوورد 2010. طبعا بالبداية نفتح ملف وورد معين. احنا تكلمنا في الدروس في المحاضرات الماضية عن الواجهة الرئيسية لبرنامج الوورد، بالإضافة إلى التبويب الأول اللي هو تبويب ملف، وأخذنا بعض التفاصيل عنه. اليوم راح نجي يعتبر أهم جزء موجود في برنامج الوورد، اللي هو التبويبات الخاصة بتنسيقات النصوص. يعني احنا راح نبدي فعلا انه راح نبدي نكتب ونشتغل على تنسيق النص المكتوب بهذا المستند. فأول تبويب اسمه الصفحة الرئيسية، أو بالإنجليزي الهوم تاب. الصفحة الرئيسية هذا التبويب يستخدم بالأساس العمليات الأساسية لتنسيق النصوص، يعني يختص بس بتنسيق النص. النص شنو معناه؟ معنى الكتابة اللي راح نبدي نكتبها. زين، هذا هو المعنى الأساسي من الصفحة، من الغرض من التبويب الصفحة الرئيسية. مثل ما عرفنا أن الصفحة الرئيسية هو التبويب الرئيسي، يحتوي على تبويبات فرعية أو ممكن نسميها المجموعات. فهو يضم المجموعة الأولى باسم الحافظة كليب بورد، أو المجموعة الثانية اللي تتضمن الخط أو الفونت باللغة الإنجليزية، المجموعة الثالثة أو التبويب الفرعي الثالث اللي هو الفقرة الباراجراف، والمجموعة الرابعة اللي هو الأنماط الستايلز، وآخر شيء الإديتينج التحرير هي المجموعة الخامسة اللي تندرج تحت تبويب الصفحة الرئيسية. بالبداية راح ناخذ الجزء الأول اللي هو المجموعة أو التبويب الفرعي الأول، يسموه الحافظة. تحتوي على عدة أدوات. عرفنا أنه تبويب رئيسي مجموعة، المجموعة تحتوي على عدة أدوات أو عدة أوامر، هاي كلها يسموها أدوات أو أوامر. زين، فمجموعة حافظة تحتوي على أمر لصق وقص ونسخ ونسخ التنسيق. زين، شنو يقصد بهاي الأشياء؟ الأمر الأول مثلا أمر قص أو نسخ، شنو يقصد به؟ مثلا نجي نكتب هذا السكرول، هذا المؤشر هو يمثل بداية الكتابة في ورقة الوورد. يعني هاي الورقة هسه نشوفها، هاي الورقة، طبعا هاي الورقة حجمها نفس حجم الأوراق اللي عندكم بالمحاضرات، اللي هو اللي يسموه الاي 4، هذا هو حجم الورقة، هذا هو المؤشر هنا يمثل بداية كتابة الورقة. زين، نجي نرجع نشوف الحجم، نغيرها على الصفحة. زين، هذا هو نعتبر هاي الورقة، وهذا هو مكان المؤشر اللي راح نبدي الكتابة فيه. لو نبدي نكتب مثلا نقول جامعة الأنبار، أوكي، هذا كتابة بتنسيق معين، نقرأ على الصفحة الرئيسية. زين، جامعة الأنبار، حتى نتعامل مع هذا نص، يعتبر هذا نص. زين، حتى نتعامل مع هذا النص، يعني هسه إذا أريد أغير به شيء أو أعدل عليه، لازم أول عملية يسموها عملية السليكت. شنو يقصد بها؟ هو عملية التأشير أو تحديد، بالأصل تحديد النص، حتى أقدر أطبق عليه هاي العمليات. شوفوا هسه لو أريد أسوي عملية قص أو نسخ ما راح يشتغل. ليش؟ لأن ما مسوي عملية سليكت تحديد. فش أول عملية بالتحديد هو استخدام الماوس اللي موجود في جهاز الحاسوب، فأنقر بالاتجاه على الماوس بالزر الأيسر وأظل ضاغط وأحرك، مثلا هنا أضغط وبعدين أحرك بالاتجاه، أحرك بالاتجاه، هذا هو عملية السليكت الأولى. زين، أو الثانية ممكن أنا أخلي المؤشر هنا وبلوحة المفاتيح أن أضغط على الشيفت وأحرك بالاتجاه يمنى يسرى، وأقدر أأشر النص اللي أحتاجه. بعد أن أقوم بعملية التأشير السيليكت،
أساني حددت، شوفوا هاي القص واللسخ اتفعل، فحددت أجل أول أمر اللي هو النسخ. من اسمه نسخ، هو أخذ نسخة من النص وأروح أطبعها بمكان معين. فهسه لو أقول له نسخ، يعني نسخته، أجي هنا أنزل بعد سطرين، هسه راح نعرف شلون ننزل سطرين، وأجي أقول له لصق، عملية اللصق، أنقر هنا كرر لجامعة الأنبار. إذا أخذ نسخة من الأولى وخلاها بالثانية، مثلا جامعة الأنبار العراقية مثلا، نفس الحالة. هسه راح أرجع أضيف هاي وأقول له نسخ، راح ينجي أنزل هنا وأنطي عملية اللصق. إذا أنا شنو أريد أكرر؟ أخذ نسخة من عنده وأسويها لصق. زين، إذا أريد هاي الناس أخذها كلها بدون أن أسوي نسخة من عنده، يعني ينحذف، يعني أسوي له عملية نسخ بس شنو؟ أحذف النص الأصلي وأروح أنقله لمكان ثاني، هو عملية نقل يعني، مو نسخ، نقل. فراح أجي أظل جامعة الأنبار وأقول له قص، شوفوا انشال. هسه أنا شلته، وين أروح أخليه؟ مثلا أنزل هنا، هنا أنزل بهاي المكان وأقول له شنو؟ لصق. إجت هنا. إذا الفرق بين اللصق والنسخ، النسخ ياخذ نسخة ويخلي شو اسمه النسخة الثانية أروح أسوي له عملية لصق، أما القص لا، هو يشيلها بالكامل للجملة ويروح ينقلها بمكان ثاني. هاي الثلاث خيارات الأولى اللي هي النسخ، القص والنسخ واللصق. الخيار الثالث اللي هو نسخ التنسيق. شو نسخ التنسيق؟ مثلا أنا جامعة الأنبار إذا أسوي لها نسخ هنا وأقول له لصق، النقلة جامعة الأنبار نفسه، يعني الحروف نقلت نفسه. زين، إذا أريد أني أغير، أخذ جامعة الأنبار مثلا هنا، وأنا هنا عندي مثلا جامعة بغداد. زين، جامعة الأنبار مثلا أنا عندي سجل أو فايل أريد أرتب به الجامعات العراقية، كل جامعة لها تفاصيلها، مثلا جامعة الأنبار، مثلا جامعة بغداد، جامعة النهرين مثلا، وكل جامعة لها تفاصيل، يعني مثلا هنا هذا تفصيل. مثلا يعني واحد يبدي يفصل مثلا جامعة الأنبار شنو تحتوي على الكليات اللي بيها، اكتبه هنا، وبعدين جامعة بغداد اكتبه هنا، مثلا هنا شنو تحتوي على كليات، مثلا كلية العلوم، وتحتوي على مثلا كلية الحاسوب. هنا نفس الحالة، مثلا جامعة بغداد تحتوي على مثلا كلية الهندسة، او مثلا جامعة النهرين تحتوي على كلية مثلا التربية مثلا. يعني أنا أريد أعدل جامعة الأنبار وهاي وكل وحدة وكلياتها، بس شنو أريد؟ جامعة الأنبار يكون التنسيق ماله مثلا باللون مثلا أحمر وخط هيك وبورد وخطة. زين، هسه هاي جامعة الأنبار، كلية العلوم مثلا هنا أريدها مثلا بتنسيق يختلف، مثلا لون أزرق، ومثلا هيجي مثلا كلية العلوم، يعني بترتيب معين. زين، هسه الجامعة الأنبار صار لها تنسيق معين، والكلية اللي داخل الجامعة صار لها تنسيق معين. المفروض جامعة بغداد وجامعة النهرين تصير نفس ترتيب جامعة الأنبار. زين، ايش راح اسوي؟ بدل ما اروح على جامعة بغداد وابدي اعدل واغير اللون وهاي الاشياء كلها، أنا ما أتعب، أجي أحدد جامعة الأنبار، إيش أقول له؟ أقول له انسخ لي التنسيق، يعني انسخ لي الشكل، سوي عملية نسخ للشكل وليس للأحرف. فراح أقول له نسخ، من سويت نسخ شوفوا المؤشر شلون طلع، هذا المؤشر هسه طلع عبالك عن مثل الفرشة اللي موجودة. فراح أجي هنا على جامعة بغداد وأنقر وأظل الهيج، شوفوا تحول شكل جامعة الأنبار إلى شكل جامعة بغداد، بس الشكل، يعني أخذت بس التنسيق. نفس الحالة أرجع أقول له النسخ هنا، وأجي على كلية النهرين
أو جامعة النهرين، شوف الجامعات الثلاثة حددتها بنفس التنسيق. زين، نجي هنا كلية العلوم. كلية العلوم هم لها شكل معين، أنا اختاريتها من هنا ورتبتها، أريد هذا الشكل، الشكل وليس الكتابة، تتطبق على كلية الحاسوب وكلية الهندسة وكلية التربية. فراح أجي أظلل كلية العلوم وأقول له نسخ التنسيق. زين، أنا أسوي نسخ التنسيق مرتين، أضغط، يعني أضغط مرة أضغط مرة ثانية، شو راح يصير؟ راح أجي هنا أضغط مرتين، أضغط على نسخ التنسيق مثلا، هنا أجي أحدد شنو أنا أريد كلية الحاسوب وأظلل، فش راح يصير؟ راح يتحول الكلية الحاسوب نفس كلية العلوم. زين، شنو بعد عندي أنا؟ كلية الهندسة، بس على شرط لازم شو أسوي؟ أنقر هنا ويلا أخذ التنسيق مالي. يعني هسه لو مثلا أعيد الموضوع، يعني هسه أنا هذا المؤشر لو جبته هنا ورحت سويت له نسخ التنسيق ورجعت على كلية الهندسة، راح ياخذ منين؟ راح ياخذ من جامعة الأنبار. أنا ما أحتاج جامعة الأنبار، فأريد من كلية العلوم، فأختار المؤشر على كلية العلوم وأنقر نقرتين. شو راح يسوي؟ راح يطلع هذا المؤشر يقول لي انسخ، أسوي نسخ مرة أولى، ويقول لي انسخ مرة ثانية، أسوي نسخ مرة ثالثة، وهكذا إلى أن أكمل باقي التفاصيل وباقي الأشياء اللي موجودة بالفايل اللي أنا أريد أطبعه. فهسه صارت جامعة الأنبار جامعة بغداد نفس الشكل، بس لازم الحروف تختلف، بالإضافة إلى الكليات نفس الشكل بس الكلام يختلف. هذا بالنسبة للمجموعة الأولى اللي هي عملية يسموها الحافظة. نجي على المجموعة الثانية اللي هي مجموعة الخط. طبعا مجموعة الخط من أهم المجموعات اللي موجودة بالصفحة الرئيسية. ليش؟ من اسمها خط، يعني التعامل راح يكون كله على أساس نوع النص اللي مستخدم أو تنسيق النص اللي مستخدم. مثلا شلون أقدر أغير الخط؟ تعرفون أنواع الخطوط، الكوفي والرقعة والنقش وأشكال موجودة، الخطوط العربية بالإضافة إلى الخطوط الإنجليزية نقدر نغير بيها. طبعا هاي الخطوط وين تكون؟ تكون مثبتة على جهاز الحاسوب. نقدر نغير بيها؟ إيه نقدر نغير بيها. أكو خطوط جاهزة نجيبها على شكل سي دي أو فلاش أو من الأنترنت، نخزنها ونخليها بمجموعة الخطوط اللي خاصة بجهاز الحاسوب، ونقدر نستخدمها ببرنامج الوورد. بس هو برنامج الوورد بنفس الحالة يحتوي على عدد مجموعة من الخطوط ممكن أن نشتغل عليها ونقوم بترتيب النص على حسب مجموعة هذه الخطوط. من هذه الخطوط، فأنا مثلا أريد أكتب أول بداية الكتابة دائما لازم أختار نوع الخط. طبعا هو إن شاء الله أنا أعطيكم الخطوات أنه لو أريد نكتب شنو الخطوات الرئيسية على مود نقدر نكتب، بس لمن نتواصل بالمحاضرات القادمة إن شاء الله. المهم، فأنا هسه أريد أكتب بالبداية. أول شيء أجي على نوع الخط، أحدد هنا من أجي على هذا الجزء. طبعا هي هاي مجموعة الخطوط اللي عندنا. نجي على هذا السهم اسمه الخط أو تغيير الخط، أنقر عليه هيك، راح يفتح لي قائمة. هاي القائمة بيها أسماء الخطوط، يعني كل خط واسمه بالإضافة إلى الشكل، شكل الخط شلون قايل. تنقسم القائمة إلى جزئين، الجزء الأجنبي اللي هو باللغة الإنجليزية، والجزء الثاني اللي هو مكتوب باللغة العربية. فلما نشوف كلمة أبجد هوز اللي هو عبارة عن شنو؟ إنه هذا الخط يتطبق على الخط العربي. فتشوفون النوع مالته، هذا واحد هذا اثنين. هسه راح نشوف أشكالها. مثل هذا ما بي أبجد هوس، إذن هذا شنو؟ هذا الخط يطبق على اللغة الإنجليزية، أو هذا الثاني يطبق على فقط على اللغة الإنجليزية، هذا بي أبجد هوس إذن يطبق على اللغة العربية. إضافة إلى أكو نوعية من الخطوط مثل التايمز نيو رومان، هذا يتطبق على الإنجليزي والعربي على حد سواء، يعني ممكن نستخدمه بالكتابة بين اللغة الإنجليزية والعربية. زين، شلون نقدر نغير به؟ طبعا راح نرجع هنا مثلا نكتب مثلا جامعة الأنبار، هنا مثلا كلية
كلية مثلا العلوم، قسم مثلا الفيزياء مثلا، نجي على كلية العلوم، أريد أسوي أغير الخط مالها، أريد أعدل بيه، أسوي عملية إجراءات عليه، شلون بهاي الطريقة؟ نفس الحالة، لازم أول شيء أسوي عملية شنو؟ سيليكت، هل التحديد، حددت إنه أنا شغلي لازم يكون على كلية العلوم، العفو على جامعة الأنبار، أقدر أغير على كلية العلوم؟ إي، طبعًا أسوي سيليكت وأنزل بالمؤشر وأغير شنو أريد أكتب، أو حتى لي حد هنا مثلًا أقدر أغير، أو لي هنا. على حسب، فأنا راح أختار جامعة الأنبار. شنو أول عملية أقدر أقوم بها؟ تغيير الخط، وبجنبه يسموه تكبير أو حجم الخط، فراح نشتغل على حجم الخط. أنقر عليه راح تطلع لي لستة، هاي اللستة بيها وحدات قياس للخط، تبدأ من 8 وتنتهي ب72. شوف أنا مجرد أمشي على الأرقام تتغير، يتغير حجم الكتابة، فنجي نختار مثلا 28. هسه جامعة الأنبار صار حجم الخط مالها 28. نجي أغير نوع الخط، طبعا بس أجي مثلا هذا أبجد أختار هذا، شوفوا راح يتغير. هسه تغير لو ما تغير؟ هذا عن هذا تغير، شلون؟ هسه نجي نطبق أنه حجم 28، شوفوا فرق بين هذا وهذا. أجي أغير قسم الفيزياء نفس الحالة، مثلا أختار حجم 28 على مود يبين التغيير. مثلا أجي على كلية العلوم وأختار نوع خط ثاني مثلا هذا، شوفوا تغير لو لا تغير، هذا تغير. هسه لما أنقر هنا هذا شنو اسمه؟ اسمه أرابيك تايب سيت. هذا الثاني مثلا أندلس، الخط الأندلسي مثلا، هذا اللي هو الأريال الخط العادي، أقدر أغيره بأنواع. أي أجي أشوف مثلا هذا عندي، هذا بس أو عفو، مثلا أختار وين هو هذا، أي شوفوا صار تغير نوع الخط. كل كتابة أريد أغيرها أختار الحجم والخط اللي موجود عندي. باللغة الإنجليزية نفس الحالة، University of Anbar. هسه هذا الخط بالانجليزي، اجي اطبق عليه مثلا الخطوط الانجليزيه مثل هذا، مثل عندي هذا شوف هاي ما يطلع، هذا مثلا خط باللغه الانجليزيه، شوف تغير. هسه لو اغير اللي هنا، شوف من اوقف على هذه تغير، يونيفرسيتي اوف انبار تغير. اقدر اشوف خطوط ثانيه باللغه مثل هذا، شوفوا شلون صارت الكتابه يونيفرسيتي اوف انبار، على حسب الخط اللي يشتغل على اللغه الانجليزيه. شنو بعد عندي؟ عندي هنا يعني كثير كثير من الخطوط اللي موجوده تقبل على اللغه الانجليزيه، مثلا اريال بلا، شوفوا تغير. ولو انا شو محدد؟ انا محدد بس الانبار، فارجع مثلا هنا كله، وهنا اختار مثلا شوف مجموعه من الخطوط اللي موجوده مثل هذا، شوفوا شلون تغير الخط على حسب نوعيه الخطوط. وانتم براحتكم ممكن اللي عنده يقدر يجرب انواع كثيره من الخطوط اللي موجوده. زين، هذا اللي يحدد لنا شنو اللي يتكلم عن نوع الخط والحجم مالته. نجي على هذا تكبير الخط وتصغير الخط، شلون انا اغير؟ مثلا نجي على قسم الفيزياء، اظلل مثل ما قلت لكم، اول شيء لازم التظليل او التحديد يسموه. اجي هنا شنو ابدي ازود؟ شوفوا هسه ايش راح يزود؟ درجه درجه. انقر النوبه ايش قد؟ 48. انقر النوبه ايش قد؟ صار 72. شنو اللي يزود ويقلل؟ هو هذا المقدار مال الوحدات، يزود ويقلل مقدار الوحدات. اجي على الثاني، هو بما انه هذا تكبير هذا تصغير، شوفوا بدا يقل عندي 36 28 26، هنا ازود وهنا اقلل. يعني هو بس مجرد انه بدال ما توقف على هاي الارقام تجي على هاي تزود خطوه او تنقص خطوه، هذا بالنسبه لتكبير الخط.
أكو طريقة ثانية ما مذكورة بالمحاضرات، اللي هي عبارة عن بلوحة المفاتيح نضغط الكنترول أو الكاترال زائدا الحرف الدال أو حرف الجيم، فحرف الدال يكبر، بس شنو انتبهولي على المؤشر هنا، انتبهولي على هذا العداد هسه 30، لما أجي راح يبدي يزود واحد واحد، وين هذا يبدي يزود لي واحد واحد، شوفوا 31 32 33، بينما لو نجي هنا على القائمة ماكو 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 ورا ال 28 29 ماكو، زين من ال 28 لل 36 إذا أريد أجيب 34 بالقائمة ما موجود، فراح أستخدم هاي الطريقة اللي هي كاترال وحرف الدال باللغة العربية يكبر، وحرف الجيم باللغة العربية يصغر، مثلا أنا وصلت 34 وأبقي على هذا الشيء. أما الـ 34 لو تجي هنا ما راح تلاقي الـ 34 موجودة ضمن الجدول. إذن هاي طريقة تكبير ثالثة، ثلاث طرق للتكبير، إما من العداد اللي موجود يفتح لنا قائمة، أو من خلال حرف الأي كابيتال وأي أقل اللي هو شرينج، والتكبير الزيادة. شوف حتى هنا ايش كاتب، كاتب من ننقر عليه هنا تكبير بيستخدم الكاترال، شوف ما توقف الكتابة، كاترال زائدا الاتجاه، احنا بدال الاتجاه نستخدم حرف الدال وحرف الجيم اللي موجود في الكيبورد، فهذا طرق التكبير. زين نجي على الامر اللي موجود هنا يسموه حالة الاحرف، طبعا هذا الامر يستخدم دائما باللغة الانجليزية، ليش؟ لان عندنا باللغة العربية الحروف هي ثابتة، يعني جامعة الأنبار ما بيها، بينما نجي للغة الإنجليزية نشوف الحروف تختلف. شنو الاختلاف باللغة الإنجليزية؟ إنه هذا الحرف مثلا اليو ممكن أكتبه كبير small letter، وممكن أكتبه صغير، يعني يقبل الاثنين. زين مثلا عندي هذا حرف التي، طبق عليه ممكن أكتبه capital letter، وين capital letter T، أو ممكن أكتبه small letter تي. زين حالة الأحرف شي يمثل، يمثل عملية شلون أقدر أغير بهذا النص، مثلا أنا كتبت نص عبارة عن أربع صفحات خمسة وأريد أسوي تغيير بحالة الأحرف، مثلا هذا كله أسوي أنقر هنا، شو يقول لي؟ يقول لي كله أسوي حروف كبيرة، أنقر هنا كله صار حروف كبيرة، يعني لو نجي على اليو إن آي في إي آر كله حروف كبيرة، أو شو أقول له مثلا؟ أقول له كله أسوي لي أحرف صغيرة، حولها كلها أحرف صغيرة. زين شنو بعد النوب خيارات عندنا؟ أقول له مثلا أول حرف بكل كلمة سوي لي كبير، طبعا هذا الستايل يستخدموه دائما في اللغة الإنجليزية، أنه كل حرف يخلوه كبير. هسه ايش راح يسوي؟ حول بس اليو والأو والأي أول حرف بكل كلمة حولها إلى كابيتال. مثلا عندنا شنو، مثلا اذا حاله الجمله هنا لا راح تصير، اذا اقول له حاله الجمله ايش سوى، هاي الجمله كلها ما بدت من اول السطر، باللغه الانجليزيه لو الجمله باديه من اول السطر فيعتبر اول كلمه كابيتالز، يعني كابيتال لتر، يعني يبديها بحرف كبير وبعدين باقي الجمله يكملها سمول لتر الى ان نوصل النقطه، يعني إلى أن نوصل النقطة، وبعدين باللغة الإنجليزية لو نكتب راح يبدي باللغة راح يبدي أول كلمة بها بالحرف الكبير. هاي بالنسبة للجزء اللي خاص بحالة الجملة. إذن إحنا مجرد نعرف إنه شلون نغير الأحرف عن طريق هذا الأمر. زين هذا جامعة الأنبار وهذا University of أنبار باللغة الإنجليزية، سويت آني يختلف الكتابة وحجم الخط ونوع الخط عن ما فتحت بالبداية، يعني من أول ما فتحت وكتاب جامعة الأنبار مو هذا الشكل ولا اليونيفيرسيتي هذا الشكل. زين أنا ظليت أسوي عليه تعديلات وبعدين أريد أغير هذا التعديل، أريد أرجعه على الشكل القديم أول ما فتحت البرنامج، فراح أجي على هذا الأمر اللي هو شي يسموه مسح التنسيق، أنقر عليه شوف رجعت يونيفيرسيتي أوف أنبار على الشكل القديم، يعني على أول ما بديت أشتغل بيها من الأساس. هذا يسموه مسح التنسيق. فنجي على هم قسم الفيزياء وأقول له لا رجع لي على الشكل القديم، أجي من هنا أقول له مسح التنسيق رجع على الصيغة الأولية
ونفس الحالة كلية العلوم أقول له مسح التنسيق راح يرجع لي على الأولية أول ما بديت أكتب. زين هذا هو مسح التنسيق. نجي نكمل مثلا عندي جامعة الأنبار أهم أحدد وأقول له هذا البي حرف البي حرف البي غامق يعني شوي طوخ للكتابة. مثل واحد يكتب بقلم جاف تقول له والله طوخ للكتابة فممكن تنطيه هذا الأمر راح يطوخ نقول له الكتابة شوفوا جامعة الأنبار شلون تقل وتزيد هو هذا عملية تطويخ للكتابة. زين الأمر الثاني اللي هو شوف راح أطبقه على اللغة الإنجليزية هم نفس الحالة يكبر اللي هو الإيتاليك. الإيتاليك يعني الكتابة بحروف مائلة ننقر عليه شوفوا تغير اتجاه الكتابة بحروف مائلة وهم يتطبق على اللغة العربية هم تقول الكتابة تطلع بشكل مائل. زين الأندرلاين هو الخط الأسفل الكتابة. هذا شنو الخط أسفل الكتابة يعني هنا أنقر عليه شوف صار خط تحت الكتابة مثلا نستخدمها احنا بالأسئلة بالهاي إذا أريد أوضح شيء معين أخلي خط تحت الشيء اللي أنا أحتاجه. زين أقدر أغيره هذا الخط ممكن أنا أختار نوع الخط اللي أغيره مثلا خطين أو خط واحد مثلا شلون عندي أنواع النوبة أنقر على هذا المثلث ممكن أختار هذا الخط يعني أنواع من الخطوط ممكن أختاره في سبيل تحديد نوع معين من الكتابة. هذا هو الثلاث أوامر اللي موجودة البولد يسموه الغامق والمائل الإيتاليك والأندرلاين اللي هو التسطير. زين نجي على الأمر اللي بعده اللي هو الأي بي هذا يتوسط خط هذا ما يعني بس مجرد نخلي خط داخل الكلمة اللي نريد نكتبها شلون كانما كلمة أريد أشطبها فأخلي بداخلها خط ما بيفعل شيء. زين نجي على شيء معين مثلا لو أريد أكتب السؤال الأول ونقطتين اكتب أو مثلا عرف تشوفون هذا السؤال هذا السؤال والواحد على نفس الخط. زين إذا أنا أريد الواحد يصير أصغر من السين على شكل يعني السؤال رقم واحد فأجي أغير أنقر على الواحد وأقول له هنا ارفع لي إياه فهسه ايش صار شوفون صار السين حرف حرف مستقل والواحد شوفوا لما أنقر عليها ثاني نقرت على السين هذا طافي ما بي ما تظليل أحدد الواحد ايش راح يطلع راح يطلع مظلل إذا أعرف إنه هذا الواحد الرفع لل الأس يعني شلون مثلا اثنين أس ثلاثة هي شيء فيحدد لي ممكن أجربها باللغة الإنجليزية مثلا ثلاثة هنا شوف راح أغير والله نجي هنا مثلا أكتب أربعة أس ثمانية يعني شلون نقول مثلا أربعة أس ثمانية ثلاثة أس ثمانية شنو يقصد بي لازم أجي هيك أسوي مثلا بهاي الطريقة. هسه شوفوا من راح يجي واحد يقرأ بهاي الطريقة راح يعرف أنه ثلاثة أس ثمانية مرفوع للقوة ثمانية بينما بهاي الطريقة لا هو ثمانية وثلاثين رقم فهذا يفيدني شلون أقدر أغير. زين أو مثلا أختار مثلا مثلا هنا أقول مثلا ثلاثة مثلا مو ثلاثة هيش راح نقول مثلا اي بلاس عفوا اي بلاس بي وبعدين هذا اذكر له اقول له رقم اثنين هذا الاثنين اريد عبارة عن يغلق القوس برقم معين او مثلا مو اثنين حرف الان مثلا هذا الان عائد للقوس فايش راح اسوي مثلا أريد أغيره أنه يكون عائد للقوس فأسوي بهاي الطريقة فصار البي زائد هذا للإن الإن هو عائد للقوس يعني بعض المعادلات الرياضية ممكن نستخدم هذا النمط أنه أزود أو أنقص أو ممكن هنا أرفع الإن اللي فوق على حسب القاعدة. قلت لكم هذا يستخدم في أكثر شيء بالكتابة المعادلات الرياضية. زين هاي الأمر اللي هو شو اسمه هو X2 مرتفع أو منخفض باللغة العربية ومرتفع أو منخفض. زين
نجي نكمل مثلا عندي هنا هم قسم الفيزياء نضلله ونشوف شنو نقدر نطبقه مثلا نطبق عليه هذا النوع اللي يسموه تأثيرات النص يعني النص أريد أغير تعديل به شوفوا عندنا عدة تأثيرات مثلا أخليه بهذا الشكل مثلا صار قسم الفيزياء بهاي الطريقة أجي أغير ولا لا ما أريد هاي الطريقة أريد إيه هذا صار بهاي الطريقة أو مثلا يعني يضيف تأثيرات معينة ما بنفسجي وهاي بنفسجي بيظل أو هذا يعني عدة شغلات هو يختارها بتنسيق معين وممكن هم أغير هذا التنسيق هذا يسموه تأثيرات النص زين نجي هنا على كلية العلوم مثلا University of Anbar عندي هاي الأوف أريد أميزها أريد أعطيها فد لون معين أظلل أنا عندي كتابة هواية موجودة ببرنامج وورد أريد أظلل بعض الكلمات فيسموه لون أميز به النص فراح أجي على هذا أقول له على هذا السهم أقول له ميز لي بالأصفر شوفوا هسه الكتابة University of Anbar بس كلمة الأوف ميزتها ممكن أميزها بأي لون كأنما واحد يكتب يريد يأشر على كتاب ويريد مثلا يحط يشوف هاي الكلمة يريد مثلا يحط جواها خط أو شيء ممكن هو عنده قلم ألوان ويحدد هذا اللون مثلا مو شرط بس هذا مثلا هذا بس حرف الإين ويقول له ميز لي ياي ميز بس الحرف يخلي لون مميز لهذا الشكل هذا يسموه تمييز الألوان تمييز لون تمييز النص أريد أميز ألوان النص زين آخر أمر اللي هو مثلا أجي أحدد أنا كلية العلوم وأريد أغير لون الخط إحنا عرفنا نغير نوع الخط وحجمه ونجي نغير لونه هذا التلقائي اللي هو أسود أو ممكن نغير اللون البرتقالي الجوزي تدرجات أصفر أحمر أي لون أقدر أختاره أزرق هسه أزرق ما يبين ممكن أختار اللون الأحمر راح يتغير كلية العلوم على حسب لون الخط فهي هاي المكونات الرئيسية لي أو الأهم الأوامر الرئيسية لبرنامج أو لمجموعة الخط الفونت اللي موجودة ضمن الصفحة أو التبويب الرئيسي يسموه الصفحة الرئيسية أما بالنسبة للجزء الثالث أو التبويب الفرعي أو المجموعة الثالثة ضمن تبويب الصفحة الرئيسية اللي هو اسمه الفقرة أو باللغة الإنجليزية الباراجراف فأول جزء منه أو أول أدوات هاي الأدوات الثلاثة اللي هو شي يسموها التعداد النقطي أو التعداد أو تعداد أو الترقيم الرقمي يعني أرقام 1 2 3 ومستويات هذا الترقيم يكون مثلا أحتاج مثلا أنا هذا قليل الاستخدام ليش يستخدموه مثلا فصول كتاب مثلا البحوث أو الفصول اللي هو مثلا الفصل الأول يعطوه رقم 1 الفصل الأول يحتوي على عدة أبواب مثلا الباب الأول فيسموه 1-1 الباب الثاني 1-2 الثالث ضمن الفصل الأول وإذا تكرر عندنا تبويب فرعي فش راح يصير مثلا 1-1-1 1-1-2 أو 1-2-1 1-2-2 بهاي الطريقة هذا احنا ما راح نستخدمه نجي على الطرق الاعتيادية اللي ممكن نغير أو نحدد شلون يتم عملية التعداد النقطي بصورة بسيطة فمثلا نجي نقول مثلا جامعة الأنبار وعندي هنا جامعة بغداد بغداد وعندي مثلا جامعة الموصل جامعة البصرة شوف هذا مجموعة من الجامعات أنا أريد أكتبها الغرض معين أو أريد أعددها فش راح نجي نظلل طبعا أهم شيء نظلل هاي نجي نقول له على التعداد النقطي لو نقرت هنا على طول راح يتم تعدادها بصورة مباشرة يعني اختار هذا الشكل على حسب ما موجود بالجهاز الحاسوب زين إذا اختار على هذا السهم شو راح يطلع لي راح يطلع لي مجموعة من الأشكال أنا ممكن اختار هاي الطريقة هذا أشكال ممكن أغير مثلا وأختار على حسب اللي موجود والتنسيق اللي موجود عندنا هاي بالنسبة شو يسموه التعداد النقطي يعني عبارة عن نقاط ورموز وأشكال أنا ممكن أحددها زين ألغي ممكن أنا أحدد كله وأجي هنا
ومثلا أقول له بلا رجع التنسيق الأصلي والترتيب الأول اللي بدون أي تأثير أو أي نوع من التعداد. بالنسبة للتعداد الثاني اللي هو عبارة عن حروف أو أرقام أو رموز أو مثلا يعني تنسيقات راح نشوفها هنا، نجي ننقرها هنا. شوف، إما أعدد على شكل ألف باء تاء ثاء، أو ممكن أعدد على واحد اثنين ثلاثة، أو مثلا واحد اثنين ثلاثة. شنو هنا؟ شوف الترميز أو الرمز اللي بعد الرقم يختلف. مثلا هنا قوس، هنا شارحة، هنا نقطة، أشكال. وممكن أختار تنسيق رقمي جديد على حسب ما موجود. مثلا نقول مثلا إما لاتيني، أو مثلا هم لاتيني سمول لتر، لاتيني كابتل لتر، أو حروف باللغة العربية. شوف، أو 1 2 3 فير، يعني مثلا اختار هذا عادي، ممكن أطبقه 1 2 3. أشكال ممكن التعدادات اللي أقدر أختار بيها، أجي مثلا هذا ألف باء نقطي، أو مثلا هذا مثلا لاتيني سمول لتر، أي نوع ممكن أختاره، ماكو بي أي مشكلة. زين، بالنسبة لو صار أكثر يسموه التعداد التفرع، يعني بي تفرعات. مثلا شنو موجود عندنا؟ مثلا كل جامعة أذكر بها بعض من الكليات. فمثلا جامعة الأنبار وأذكر بها كليتين، اللي هي مثلا كلية العلوم، وهنا كلية الهندسة. مثلا هاي وين تابعة؟ هاي تابعة جامعة الأنبار. مثلا هنا أجي أقول جامعة الأنبار، جامعة بغداد بيها مثلا كلية الحاسوب، وبعدين أقول مثلا كلية الطب. نجي هنا مثلا على جامعة الموصل وأكتب مثلا كلية الزراعة مثلا، وكلية التربية، يعني أذكر بعض الكليات. زين، أجي هنا نفس الحالة، أريد كلية العلوم، أذكر أقول مثلا قسم علوم الحياة، أو مثلا بس قسم علوم الحياة. بكلية الهندسة مثلا أكتب قسم الهندسة المدني مثلا. وهنا بكلية الحاسوب مثلا أقول مثلا قسم الذكاء الاصطناعي. هاي عدة أقسام موجودة وعدة. عزين، هسه أريد أرتب، هسه شوف صارت شابكة كلها نفس التنسيق، أريد أرتب بطريقة معينة. مثلا أعدد الجامعات على جزء معين، وأعدد الكليات على ترتيب معين، وأعدد الأقسام على ترتيب معين. نجي واحدة واحدة نشوفها. مثلا جامعة الأنبار هنا كلها أظللها، أقدر مثلا هاي أظللها كلها وأنطي شنو؟ أنطي تعداد اللي هو مثلا هذا. شوف هسه ايش صار 13 رقم، بس هو غلط، هذا التعداد ما يمشي. ليش؟ لان هنا جامعة الانبار تحتوي على لازم على كلية العلوم وكلية قسم الهاد. فنجي على هذا الجزء، اخلي المؤشر هنا على كلية العلوم، واجي انقر هنا واقول له تغيير مستوى القائمة. فاني هذا المستوى الأول، مستوى جامعات هذا المستوى الأول، مستوى الثاني مستوى الكليات، والمستوى الثالث مستوى الأقسام، ثلاث مستويات. فجامعة الأنبار راح تصير المستوى الأول، وجامعة بغداد تصير المستوى الثاني اللي الأول، وجامعة منو؟ جامعة الموصل المستوى الأول. الكليات تكون المستوى الثاني، مثلا العلوم والهندسة والزراعة والتربية هاي مستوى ثاني، والأقسام مستوى ثالث. فراح أجي أغير المستوى الثاني اللي هو كلية العلوم، وأقول له هنا وين المستوى، تغيير قائمة المستويات، أختار المستوى الثاني. شوفوا شو تميزت كلية العلوم،
تميزت بمستوى ثاني واحد A. زين القسم نفس الحالة، أنقر عليه هنا وأجي أقول له المستوى من النوع الثاني. شوف نطع مباشرة، نطع AB. شوف وصله ونرجع، كان رقم اثنين، قلت له المستوى الثاني، حددت له المستوى الثاني مباشرة، خلى المستوى الثاني A و B. زين إذا أريد أضيف النوبة مثلا أكتب قسم ثاني، مجرد أنقر هنا شوفوا رقم لي C. هسه أنا واقف هنا أريد أكمل، بس أنقر أضغط إنتر راح يطلع. مع شو يقول لي؟ يقول لي قسم. لا إحنا وين هسه؟ هاي نجي على الكليات، العفو الكلية، ونجي على الكلية الثانية الهندسة. شو راح أقول له؟ أقول له اختار لي المستوى الثاني اللي هو أي. هسه صار كلية العلوم كلية الهندسة واحد. زين شلون أقدر أختار أخليه بي؟ أخليها سينتظر عشان أحول بي. نجي على المستوى الثالث هذا اللي هو مستوى الأقسام. أجي أختار هنا المستوى الثالث، وين مستوى الثالث الأقسام هذا الأي. شوفوا شنو اللي صار، قسم علوم الحياة تغير من رقم اثنين إلى أي، والبي هذا كلية الهندسة كان أي صار بي. ليش؟ لأن اعتبر هذا الجزء تابع لمن؟ تابع لهذا. هسه لو أنقر هسه هذا الجزء أنقر عليه، هذا كله متسلسل. زين الأي هذا الأي متسلسل ويا البي، والآي متسلسل ويا مثلا قسم علوم الحياة. إذا أريد أضيف ثاني قسم أضغط إنتر، مثلا قسم الكيمياء. شوفوا هسه هذا متسلسل الحرف الآي قسم الكيمياء. أريد أضيف قسم ثالث، شو راح يطلع لي؟ مثلا بس الفيزياء. هسه صارت يا مستوى، مستوى كلية أي وبي نفس الحالة. أنا واقف هنا بالقسم الثاني أريد أضيف كلية ثانية، شو راح أقول؟ مثلا ولو أنا هنا قسم الهندسة المدني، قسم الهندسة المدني أرجع أعطي تصنيف مستوى، بما أنه على مستوى القسم إذن هو يختار المستوى الثالث اللي هو هذا، فصارت كلية الهندسة قسم. هنا أريد أضيف كلية مثلا تابعة لجامعة الأنبار، أنقر هنا. هسه أضاف أقول له مثلا كلية الآداب. هسه صح له غلط؟ غلط. ليش؟ لأن كلية الآداب حسب لي على الهندسة، فش راح أقول له؟ أظل الكلية أقول له سوي لي من المستوى الثاني اللي هو أي. شوفوا إيش سوى، سوى سي، كرر أي بي سي، هو مباشرة نطاها سي. ليش؟ اعتبرها ويا كلية العلوم وكلية الهندسة وكلية الآداب. ولما أجي هنا أضيف مثلا قسم المدني، أنقر مثلا قسم الميكانيك، اعتبر لي ضمن كلية الهندسة. فهاي هي المستويات الثلاث للجامعة. زين نفس الحالة أجي أكرر جامعة، الجامعة هو المستوى الأول ما أغير بشي لأن أخذ جامعة رقم اثنين. كلية الحاسوب أعتبرها من المستوى الثاني، والقسم مالتها أعتبره من المستوى الثالث هذا. فهسه ايش صار؟ صار جامعة بغداد كلية الحاسوب قسم الذكاء الاصطناعي. كلية الطب شوفوا رقمها شنو؟ ثلاثة. وين تابعة؟ تابعة جامعة بغداد، يعني تصنيفها ويا كلية الحاسوب. لما اجي انطيها التصنيف الثالث ايش راح يصير رقمها؟ شوف ايش راح يصير رقمها الثالث، العفو الثاني، هذا راح يصير بي. فكلية الحاسوب وكلية الطب هو نفس المستوى، وكذا اكمل على مستوى باقي الترتيبات. بهالطريقة شوفوا الملف صار مرتب، جامعة الأنبار بترتيب معين ويا جامعة بغداد. عشان أعرف التسلسل أنا أنقر على الرقم، راح يظلل لي كل المستوى اللي موجود، أنقر هنا راح يظلل لي كل اللي مستوى الموجود، وهكذا يحدد عملية الترتيب. هذا هو بالنسبة لهاي الأشياء النقاط الثلاثة. زين نجي على نكمل مثلا بالنسبة لي المسافة البادئة، انقاص المسافة البادئة وزيادة المسافة البادئة. شنو يقصد بي؟ أنا راح أبدي أكتب من هنا جامعة الأنبار الرمادي، الرمادي مثلا هيج
العراق مثلا، هاي كتابة معينة، مين بادية هاي الكتابة؟ أو أكمل مثلا هنا جامعة بغداد مثلا موجودة في مثلا الجادرية العراق مثلا، كتابة عادية. هسه شوف هاي اثنين بادية من نفس المستوى، نفس المستوى عدل. هنا أريد أزيد المسافة البادئة، راح أقول له مثلا هنا المسافة البادئة تختلف، أو هنا مثلا أقول له المسافة البادئة أزود ليها اثنين، هيك يصير ترتيب. مثلا هنا أنزل راح يرجع لي وراء، مثلا أقول له جامعة المستنصرية مثلا، هم نفس الحالة أخليه بالبداية. شوف هذا ترتيب المسافة صار يختلف بين جامعة وجامعة، يعني هي مجرد زيادة للمسافة، إما من البداية أو أقدم بها على حسب أني ما وين أريد بيبدي بداية السطر. هاي بس انقاص والمسافة وترجيعه إلى الوضع الطبيعي مالته. زين، نجي على هذا الجزء اللي تشوفوني أنا من بداية التسجيل أتغير به. هذا يغير لي إذا أريد أحول أنا كتابة عربي أو إنجليش، هو يغير ينقل من اتجاه الكتابة هنا، بس يغير بي شنو الاتجاه مالت الكتابة، يعني تبقى لغة عربية بس يحولها باتجاه اللغة الإنجليزية. شنو الفرق؟ الفرق نجي نمسح هذا. أول شيء من الخطوات الرئيسية اللي لتحديد الكتابة، لازم أنا أعرف إمتى أبدي بنوع الكتابة المعين. مثل أنا طلبت إنجليزي، تبدي لازم باللغة الإنجليزية. طلبت منك تكتب عربي، لازم تبدي الكتابة باللغة العربية. فمثلا طلبت إنجليزي، تجي تحدد هذا النقطة وتبدي هنا، تبدي إنجليزي مثلا مد، ومثلا مر، أي شيء تبدي تكتب عادل، أنت تكمل عاد، تكمل أنت لي نهاية السطر، راح يظل يكتب لي نهاية السطر، وبالنهاية راح ينزل سطر ثاني. زين، هاي إذا طلبت منك باللغة الإنجليزية، تشوف المؤشر هنا يعني لغة إنجليزية. شلون تحول لغة عربية؟ تجي تنقر على هذا، ينقل هنا، شوفوا إيه هذا حالة الحرف، هذا عين وإي يتغير من نقل للنقل، هنا صار إنجليش، هنا صار عربي. هذا هو التحويل بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية ببرنامج الوورد، هاي عن طريق هذا الأمر، أو عن طريق الكاترال شيفت. كاترال شيفت موجودة بلوحة المفاتيح على جهة اليمين وجهة اليسار، فشوفوا هسه يغير هنا يمنى يسرى. إذا أنقر كاترال شيفت بجهة اليمين يروح على العربي، أنقر هنا بجهة اليسار يروح على اللغة الإنجليزية، وهكذا. هاي بالنسبة للتحويل بين اللغتين، بين العربي والإنجليزي. زين، بحالة أنه طلبت منك تكتب عربي وبنص السطر تكتب كلمة إنجليزية، هل أنه راح نغير اللغة والاتجاه للإنجليزي؟ لا طبعا. مثلا أقول اذكر كلمة أحمد، وأريدك تكتب كلمة أحمد بالإنجليزي أحمد، وبعدين ترجع تكمل عربي في ورقة الطباع مثلا. هسا هذا السطر يعتبر على عربي الإنجليزي، يعتبر عربي. زين، هاي الكلمة الداخل شلون قدرت أدخلها ضمن التنسيق مال اللغة الإنجليزية؟ هو عبارة عن شنو أضغط عبارة عن Alt Shift باللوحة المفاتيح، Alt Shift يحول لي، Alt Shift يحول، شوفوا انتبهوا لي على الهاي، Alt Shift يحول إنجليزي، Alt Shift يحول عربي، بس ياخذ ضمن تنسيق الاتجاه مال اللغة الأصلي. فتنسيق الاتجاه مال اللغة الأصلي اللي هو مثلا شنو اللغة العربية، وأنا دخلت بها لغة إنجليزية. العكس صحيح نفس الحالة، أنا أرجع لغة إنجليزية مثلا أحمد، وأريد أخلي كلمة عربية مثلا أحمد، وأرجع هنا مثلا go to the
مجهول مثلا، فأنا شو سويت؟ دخلت كلمة عربية داخل جملة باللغة الإنجليزية. هاي شلون يتم؟ عن طريق لوحة المفاتيح Alt Shift يغير بيها. زين، هذا هو اللي يقصد تحويل، هذا يقصد بتغيير كامل الاتجاه، و Alt Shift يحول كلمة داخل سطر معين. زين، نجي على الجزء اللي بعده أو هذا الأجزاء الثلاثة اللي موجودة. قبل كل شيء أريد أجيب مثلا ملف وورد. شوف هسه أجيب ملف وورد ونجي هنا. أنا مثلا راح أجيب جزء يسموه هذا فقرة. هاي مجموعة من الكتابة يسموها فقرة. شون طبعا بما أنه إحنا بهذا المجموعة اسمها فقرة، فهاي كلها تتطبق على هاي الفقرة. الفقرة شنو يقصد بها؟ يقصد بها أنه يكتب، يقصد بها أنه يكتب من هنا ويستمر بالكتابة إلى أن يوصل لهاي النقطة. هي هاي نهاية الفقرة. تبدي الفقرة الثانية اللي هي من هنا وأصدرت الشركة وظل إلى مجموعة كامل. إذن هاي فقرة والفوقها فقرة. شلون أحدد بيها؟ أجي هنا على هاي الفقرة أوقف هنا مثلا، أنقر نقرتين. من أنقر نقرتين بالموس راح تتظلل كل الفقرة. إذن أعرف أنه هاي فقرة واحدة. أعرف هاي الفقرة الثانية وين، هم أنقر عليها نقرتين راح تتحدد من البداية للنهاية. هذا هو عبارة أو طريقة تحديد الفقرة نفسها. زين، نجي على هاي الفقرة شلون ممكن أبدي أشتغل عليها أحددها بالكامل. نجي على هذا الجزء اللي هو شو اسمه يسميه محاضات النص. يعني إما النص يبدي من هنا من اليمنى أو يبدي من اليسرى أو يخليه بالنص. فهسه راح أبدي من اليمنى. شوفوا بدل النص من هاي الجهة، أو أخليه يبدي من هنا. شوفوا تعدل صار من هنا وينتهي من هنا، النهايات تخربطت. أو أخليه بالنص. شوفوا الشخصية صارت بالنص. مثلا إذا اكتب عنوان دائما يطلع بالنص. مثلا هسه هنا إذا أريد أبدي، شوفوا دائما يكتب بالنص، بالنص يكتب. زين، هذا هو الفرق بين شلون احدد يسموه المحاضات. هاي الاوامر الاربعه المحاضات. هسه هاي الفقره وين مكتوبه؟ مكتوبه بالنص. انا اخليها دائما بما انه باللغه العربيه اخليها من هاي الصفحه، او باللغه الانجليزيه اخليها من هاي الصفحه. كتابه عنوان ممكن اخليها بالنص. زين، لو خليتها من هذا الطريق، شوفوا دائما من الكتابه ايه هاي نهايات الاسطر مو موحده. باغلب الكتب والبحوث تكون موحده. فهاي الحل شنو؟ الحل اجي هنا وانقر، أقول له مثلا على كلمة ضبط أنقر عليه. شوف ضبط يعني عدل لي الحواف الأصلية للبرنامج، عدل لي الحواف الأصلية للبرنامج. هذا هو المقصود بكلمة ضبط. الضبط طبعا يكون إما قصير أو مثلا يعني المسافة يكون يبعدها أو يقربها أو متوسطة على حسب هو شنو موجود عنده. هذا بالنسبة لله اللي يسموه تباعد الأسطر، يعني الفرق بين هذا السطر وهذا السطر إيش قد فرق بينهم. أجي هنا مثلا عبارة عن واحد، شوفوا صار قليل، واحد ونص بدأ يزيد، واحد ونص أو العفو واحد وخمسطعش بالمئة واحد ونص، أو عبارة عن سطرين. شوفوا كل ما أغير التباعد بين الأسطر يزيد. إحنا هذا الستاندر تقريبا اللي نستخدمه هو عبارة عن تباعد بين سطر وسطر يكون عبارة عن واحد ونص. زين، هاي الفقرة أريد أظللها، أقول أجي هنا على هذا الدورق اللي بتظليل مثلا، أقول له هاي الفقرة كلها غير لي بهذا اللون، وهاي الفقرة الثانية غير لي بهذا اللون. نعم، مثلا نغير كل مشمرة وأقول له مثلا غير لي بهذا اللون. فهسه ايش صار هنا؟ صار هاي الفقرتين عبارة عن كل وحدة عن لون مميز. إذن بس ميزوا لي هذا التظليل عن لون تمييز النص. لون تمييز النص أنا أختار هنا مثلا هذا أهم البرامج وأقول له ميز لي باللون الأحمر. هذا يميز لي بس النص، بس النص. يعني هسه هذا عن كلمة إصدار تشوفون شنو أكو فرق، الأحمر ما استمر. بينما هذا التظليل لا، هذا التظليل يطبق على كل الفواصل بين الأسطر. هذا بين الفرق بين التظليل والنص. نجي على آخر جزء اللي هو البورد. مثلا هاي كلمة إصدارات أغيرها أسوي لها حدود. فش راح أقول له مثلا حدود كاملة.
فدخل لي كلمة إصدارات داخل مربع اللي هو يساوي مو الحدود، وممكن أنا هاي الحدود أغير بها مثلا أخلي أحد سفلي أو أغير مثلا اللون مالتها حسب ما موجود أو مطلوب مني. فإحنا على العموم نستخدم مثلا هاي مثلا شركة مايكروسوفت الأمريكية، أقول له حط لي إياه داخل حدود، فصارت ضمن حدود معينة. هذا كل ما هنالك بأهم المميزات اللي موجودة أو الأدوات اللي موجودة ضمن التبويب الفرعي أو المجموعة فقرة التابعة للصفحة الرئيسية. أما بالنسبة للمجموعة الرابعة اللي هي مجموعة أنماط أو باللغة الإنجليزية ستايل، شنو يقصد بيها؟ يقصد مثلا أنه أنا أختار مثلا عندي كتابة مثلا جمهورية العراق مثلا، هاي كتابة معين يعني العنوان أو مثلا مقالة أو أي شيء، فهذا مثلا العنوان الرئيسي لها. زين، هاي جمهورية العراق لو نشوف نظلل راح نشوف أنه نوع الخط إيريال والحجم 14، ما بيها بولد، ما بيها ألوان، كل شيء ما بيها. أقدر مثلا من هنا أغير البولد ومثلا الحجم نسوي مثلا 20، وأنطي لون مثلا أزرق أو مثلا هذا اللون، وبعدين أنطي مائل. فهذا صاير ستايل معين مثلا جمهورية العراق. نفس الحالة مثلا جمهورية مصر مثلا. طبعا هنا فرض انه انا جيت اكتب وبعدين نجي هنا مثلا انا كتبت يعني هنا كتابة عادية، وبعدين وصلت جمهورية العراق جمهورية مصر، اريد اسويها نفس الستايل مال هذا جمهورية العراق. احنا اخذنا الطريقة الاولى، ممكن نسوي لها نسخ التنسيق او واسويها راح تطلع نفسها. زين، اذا انا مثلا يعني كتبت بصفحة رقم 1 جمهورية العراق وظليت أحكي عن جمهورية العراق ووصلت صفحة مثلا 30 وأريد أكتب جمهورية مصر وأريد نفس تنسيق جمهورية العراق، فأنا إيش راح أسوي؟ راح أضطر أرجع للصفحة رقم 1 وأسوي نسخ التنسيق وأرجع للصفحة رقم 30 وأرجع أسوي. زين، بهاي الحالة وتتكرر بصفحة 60 وصفحة 90 مثلا 95 103، أظل كل شوي أرجع لي وراء وأسوي التنسيق. لا، نقدر من هنا من مجموعة ستايل مثلا جمهورية العراق أكو ستايل خاص لها اللي هو هذا مثلا، هذا 1 أو ستايل 2 ستايل 3 ستايل 4 ستايلات عدة. شوف إذا نفتحها هنا راح نشوف عدة ستايلات، نختار أي واحد منها. مثلا هذا الستايل طبقته على جمهورية العراق، من وصلت أحفظه هو تقريبا اسمه عنوان، اسم نوع الستايل هو إما يعني هاي الاسم اللي جوه هذا شكله وهذا اسمه عنوان واحد أو العنوان أو عنوان فرعي. مثلا اختاريت جمهورية العراق ووصلت للصفحة 50 وأريد نفس هذا الستايل، مجرد راح أجوقف هنا راح ينطيني نفس الستايل. ليش أرجع أسوي نسخ ولسق ونسخ التنسيق وهاي وكل؟ لا، من أوصل أحفظ أنه أنا مثلا ذكرت جمهورية العراق لازم شو أسوي؟ لازم أذكر وجمهورية مصر لازم تكون من نفس النسخ. زين، إذا ذكرت مثلا جمهورية العراق محافظة مثلا بغداد، وهنا رجعت النوب مثلا محافظة القاهرة مثلا. زين، هنا محافظة بغداد هم طبعا راح أحكي كلام عنه وأكتب فد معلومات، ومن أوصل بالفصل الثاني اللي هو خاص بجمهورية مصر ومحافظة القاهرة نفس الحالة، أريد الستايل مال محافظة بغداد هو نفسه محافظة القاهرة. هم أجي ممكن هنا أقول له نسخ التنسيق وبعدين هم هذا. زين، ها إذا هو بصفحة 32 وهذا صفحة مثلا 66، ما أقدر أظل أروح وأرجع، فش راح أقول؟ أقول مثلا محافظة بغداد أختار لها مثلا عنوان فرعي هذا،
هيك بهالطريقة. من وصلت المحافظة الخاصة بجمهورية مصر هم شنو أنا تذكرت إنه مختار عنوان فرعي، أختار عنوان فرعي، فبهذا الطريقة راح يكون نفس الستايل. هم أرجع النوبة وأختار مثلا ستايل جديد، مثلا محافظة بغداد، مثلا حي، مثلا حي المنصور، المنصور بهاي الطريقة. هم هذا أختار لستايل معين، شوفوا أختار عدد مثلا هذا الستايل حي المنصور، ونفس الشيء راح اجي هنا مثلا عندي حي من احياء القاهره، مثلا حي مثلا المهندسين، مثلا نفس الحاله اريد نفس الاحياء تتشابه، راح نجي وين المهندسين هذا اظلله. شوف هذا شو اسمه، هذا مختار مرجع مكثف اسمه، اسم العنوان راح ارجي هنا مرجع مكثف، فراح يتطبق على هاي الطريقه. فهنا اضمن انه انا الفصول اللي كاتبها في المبحث في الرسالة بكل شيء أضمن أنه نفس الستايل. شلون أجي عن طريق أنه أختار لكل عنوان تغيير معين، وممكن أنا أسوي مسح تنسيق أو مثلا تطبيق أنماط جديدة. على العموم إحنا دائما نختار هذا التنسيق العام اللي موجود وما مسوي، ممكن أغير نوع خط أو مثلا لون معين وعادي يتطبق، ما بي اي مشكله. هذا بالنسبه للانماط شلون نميز بيها من 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 مكان لمكان. هاي هي المجموعه. ممكن اغير انماط مثل ما قلت لكم، نغير مثلا هذا النمط، اختار له لون معين على حسب، مثلا شوفوا شلون يتغير كل الانماط تتغير. هاي بعدين راح نشوفه شلون ناخذها بتفاصيل ثانية، أعتقد تخطيط الصفحة، أي تخطيط الصفحة ممكن ندرسها بشكل أفضل أو تفصيلي. هذا كل ما بي يعني ما بي شيء، هو مجموعة ستايل هو عبارة عن أحدد أنماط. مثلا عندي الفصل الأول، الفصل الثاني، الفصل الثالث، أختار لهم مثلا هذا التنسيق، وبعدين اجي الفصل الاول بي مثلا 7 اقسام، مقدمه وشرح وهاي، فراح اختار لهم النوع الثاني. نفسه بالمقدمه بها تفاصيل ثانيه، هم اختار مثلا النوع الثالث. فدائما كانما عندي تعداد نقطي واقسمه الى مستويات. هذا بالنسبه لي مجموعه انماط. المجموعه الاخيره اللي هي الايديتنج او التحرير. شنو يقصد به؟ بيه 3 أشياء، اللي هو أول واحد البحث، سهل اسم البحث، أنا أريد أبحث عن شيء داخل ملف الوورد. زين شنو هذا الشيء اللي أبحث عنه؟ أبحث عن تكست، نص معين، إذا البحث يكون عن نص معين، فأنقر هنا على البحث، راح يفتح لي هاي النافذة. وش يقول لي؟ يقول لي ابحث، اكتب مجرد شيء مثل، فمثلا أقول له أريد أبحث عن كلمة بغداد، شوف أنا جبت بس حرف الباء، بس كتبت حرف الباء أشر. زين الغين، شوف انتبهوا لي على هاي الكلمه، هاي بغداد، شوف شلون راح تتغير. مثلا هنا اكتب الغين ما تكرر، حرف الغين ما تكرر بهاي الكلمات كلها، فوين راح ياشر؟ بس شوف يلقفه لزمها هنا. اذا هذا نوع من البحث، انه انا ابحث عن بدايه الحرف بغداد. زين اذا راح اكتب كلمه حي او مثلا مجرد حرف الحاء، شوف وين راح ياشر لي، راح يجيب حرف الحاء بكل الكلام. زين انا ما اريد حرف الحاء ويا، اريد حاء ويا كلمه ويا، شوف اشر هنا بس حي بحي. زين شوف حي المنصور، حي المهندسين، جاب الكلمه بالضبط انا وين موجوده، واقدر اسوي لها مثلا هاي انقر عليها ظلل لي اياه، وراح اقدر اغيرها او اعدل بها او اشوف شنو ممكن. هذا بالنسبه للجزء الاول اللي هو بحث. استبدال، نفس البحث بس زياده بكلمه استبدال. فاني ابحث عن مثلا، ابحث عن شنو؟ حي، راح يجيب اريد استبدله بكلمه قضاء. بحث استبدال الكل، ايش راح يسوي؟ راح يسوي؟ راح يسوي كلمة الحي داخل الهاي، عندي أنا حي هنا، عندي حي هنا وقضاء هنا، الحي والحي هذا اثنينها حول كلمة حي إلى قضاء، أرجعها نفس الحالة، راح أقول له استبدال، إبدال كلمة قضاء بدل إياه بكلمة مركز،
وأقول له استبدال الكل وتم الإجراء وإغلاق، فش سوى؟ بدال كلمة قضاء حول لي يا مركز، هذا واحد وهذا اثنين. هذا بالنسبة إلى بحث واستبدال. زين، وين ممكن نقدر نسوي هذا الشيء؟ نقدر نسوي من هنا إذا ننقر نقرتين، هم راح يفتح لي النافذة اللي هي بحث واستبدال، وراح أدخل على أدخل ممكن أنا رقم الصفحة، أو مثلا أسوي عملية بحث عن القضاء من هنا وأقول مثلا مركز، وراح أقول له ابحث عن التالي، جاب لي كلمة مركز هنا، أنقر مرة ثانية جاب لي مركز الأولى وأنقر، أو مثلا أقول له استبدال كل كلمة مركز خلي لي حي، واستبدال الكل راح يتم التغيير إغلاق. إذن هذا البحث والاستبدال إما أجي وين ألقى؟ إما من الصفحة الرئيسية مجموعة تحرير بحث واستبدال، أو ممكن أنقر نقرتين على شريط الحالة ويطلع لي نفس النافذة. هاي انتبهوا عليها. آخر جزء وآخر أمر عندنا اليوم اللي هو تحديد. مثل ما قلت لكم هذا الكلام أريد أسوي عليه تعديلات لازم أجي أحدد، فإما أحدد بالماوس وأأشر، أو مثلا أحدد هنا بالشفت والاتجاهات اللي بالكيبورد يتم التحديد. شوفوا يتم التحديد حتى أسطر هاي كله بالكيبورد، أو أجي هنا على كلمة تحديد. زين، إذا أريد أن أحدد مثلا كل المستند، يعني كل هذا المستند شلون، عندي طريقتين، إما تحديد وأسوي تحديد الكل فحدد لي، أو من لوحة المفاتيح كنترول A أو كنترول يعني الكاترال وحرف الـ A اللي هو معناته all، فيتم التحديد. هسه شوفوا انا احدد كنترول اي يحدد كل الكتابه، مو بس الكتابه، حتى اذا عندي اشكال، يعني مثلا اذا عندي اشكال رسم ممكن هم يقوم بتحديده، مثلا اشكال ثانيه مثلا هم يقوم بتحديده، بس من اقول له كنترول اي حدد لي كلها. شوف تحددت هاي الاشياء كلها حددها، هاي الطريقة الأولى. عندي تحديد شنو؟ تحديد كائنات. شنو يقصد بتحديد كائنات؟ بالبرنامج الوورد يقبل شيئين، يقبل تيكست، هذا هو تيكست وهذا هو كائن. شوف هذا الكائن يتغير، يجي هنا يصعد فوق ينزل هنا، هذا هو كائن. فكل شيء مربع وهيك شكل اسمه كائن، وكل شيء كتابة اسمه تيكست أو نص. فشي يقول هنا؟ يقول تحديد كائن. مثلا تحديد كائنات أجي هنا أنقر، شوفوا تغير الماوس، هسه الماوس هنا طبيعي، من يدخل هنا يحدد وبعدين يجي هنا يحدد. زين شلون أحدد اثنين؟ أضغط كنترول وأظل ضاغط وأأشر فصار تحديد الاثنين. هسه هاي الاثنين تتحرك سوا، ألغي تحديد واحد منها أجي على هذا، لا هسه هذا شنو يتحرك وحده، أريد أحرك أحدد وياه أضغط كنترول وأحدده، صار شقد يتحرك اثنين. هذا هو التحديد وآخر جزء من الـ الأوامر اللي موجودة بقائمة التحرير. بهاي الطريقة احنا وصلنا لشرح كل الأوامر اللي موجودة ضمن تبويب الصفحة الرئيسية، ويعتبر هاي الأوامر شرحها كله عبارة عن محاضرة وحدة. ظل جزء بالنهاية انه كل مجموعة تشوفون لها سهم معين من هنا، هذا سهم ممكن نشوفه هنا سهم، وهنا سهم، وهنا عندي هم سهم، وهاي هنا هم سهم. شنو معنات هذا السهم؟ السهم انه هسه هاي جمهورية العراق، من اريد اطبق عليها اوامر اجي اختار الاوامر مباشرة من هنا، بي يو اي هيج اختارها من هنا. زين اذا اريد أني أطبق بصورة عامة وبعدين أنفذ مرة واحدة، هذا التنفيذ مباشرة، يعني لما أغير هذا اللون أخضر صار التنفيذ مباشرة. طبعا يقول لي ليش؟ ويقول لي حدد، يلا حدد يلا يتطبق اللون. زين إذا أنا أريد، لا أنا أريد أكمل تنسيق كامل وأقول له موافق، مثلا أجي إلى محافظة بغداد حي المنصور وأجي على هذا السهم، شنو يقصد بهاي النافذة؟ كل هاي الأوامر جمع لي بهاي النافذة، فراح يقول لي حدد الخط.
اجي اقول له يابا اريد الخط هذا، ويقول لي حدد نمط الخط، شنو يعني بولد غامق مائل؟ اقول له مائل، ويقول لي حدد حجمه، وحدد له حجمه 11. زين حدد شنو نوع الخط اذا كان عربي او انجليزي؟ هنا فوق العربي، وهنا شوف النص اللاتيني، انا ما يهمني النص اللاتيني. وبعدين يقول لي لون الخط، غير لون الخط. شوف انا قاعد اختار بس ما يتطبق، الى حد الان ما تطبق على هذا الجزء اللي مظلل. ونوع التسطير شنو معناه؟ بلا انا ما راح اخلي، او ممكن اخلي خط جواه الاثنين. لون التسطير مثلا اسوي مرتفع منخفض، كل هاي الاوامر اللي موجوده موجوده هنا. ودائما من اغير الالوان، مثلا اختار هذا اللون، هذا هو شكل الخط النهائي راح يصير، يسمونه نموذج. يعني مثلا اغير اللون هيك احمر، شوفوا اتغير هنا احمر، فيقول لي هو الكتابه بالتالي راح يصير هذا الشيء. خلاص اقول له موافق، راح يطبقه بهاي الطريقه لهذا. اذا شنو اني اختار بالكامل، يعني اجي هنا اختار بالكامل وبعدين بالاخير اقول له موافق. هذا هو الفرق بين، او هنا اطبق مباشره الاوامر، هنا اطبق مباشره الاوامر راح تمشي بصوره مباشره. نفس الحاله فقره يتم هنا، كله مثلا اجي اختار المحاذاه، شنو يقصد محاذاه؟ هذا الالايمنت، هاي الاوامر الاربعه، الاتجاه يمين ويسار يقصد به اتجاه الكتابه يمنى يسرى. شنو بعد؟ مسافه بادئه، هي هاي المسافه البادئه اما زياده او نقصان. تباعد، يعني هذا التباعد اللي موجود هنا تباعد بين الاسطر. وبعدين انطي موافق، راح يتم التغيير على حدد على بالنسبه لي الفقره. ونفس الحاله همات بهذا، راح بدال ما يجيبه هيج على شكل لست، شوفوا هنا أنا على شكل لست، ممكن يرتب لي بشكل هم قائمه، واختار على حسب شنو اني احتاج. هاي بالنسبه لي الرموز اللي داخل الاوامر، هي نفس اوامر بس مجموعه بنافذه. الى حد الان تقريبا ينتهي التسجيل الخاص بالمحاضره الثالثه. ان شاء الله نلتقي بالباق الثاني ونكمل شرح لتخطيط الصفحه، وراح نعرف ليش انتقلنا الى تخطيط الصفحه مو ادراج ان شاء الله بالمحاضرات القادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.